صباح الخير. احنا عايزين نبلغ. تبلغ عن ايه؟ نبلغ عن هو اصل الانسان طبعا لازم يكون عنده اخلاق. احنا اخوات يعني، ما يعني احنا اخوات يعني ما فيش اي حاجه. وبعدين؟ ايوه، ف ساعات بيبقى في شنط كبيره وفي شنط صغيره. كل ده احنا عارفينه. احنا عايزين الموضوع من اخره. الموضوع من اخره. هو ال 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 احنا اخوات طبعا، انا عايز اتكلم معاك باخويه، مش يعني حاجه، لانك انت وشك سمح وفيك حاجه كده يعني انا حاببها. ساعات بيبقى واحد عنده شنطه وفي ناس بيبقاش عندها شنط، وفي شنطه بتبقى مليانه ساعات. يا سيدي ايه الحكايه؟ هات من الاخر. في الاخر اجيب من الاخر، انا هجيب من الاخر. هي اصلا موضوع مهم مش كده؟ ايوه موضوع مهم. موضوع مهم والحكايه اصلا فيها بقى مش هي مش يعني مش مساله مش فلوس، مش مساله فلوس. هي الفلوس ايه؟ احنا عايزين يعني ما ده حاجه مهمه بصراحه. انا عايز البيل مأمور. مهم يعني ايه؟ امن دوله؟ امن دوله؟ انا عايز المأمور، انا مش هتكلم غير قدام المأمور مش كده؟ ايوه يا سيدي. ايه بقى البلاغ المهم اللي عندك؟ هو بلاغ مهم طبعا، احنا اخوات. انما احيانا البني ادم لما بيبقى يعني يعني زي ما تقول حضرتك كده يعني، طبعا كلنا عارفين. ايوه كان قول. اقول ولا تقول انت؟ قول انت. خلصوني. بلاغ عن ايه؟ احنا جايين نبلغ عن فلوس ضايعه. والمبلغ ده قد ايه؟ اقول ولا تقول انت؟ قول انت. بصراحه 5 جنيه. هو الكيس بتاعك مش اللي ضاع كان فيه كام؟ الكيس بتاعي اللي ضاع كان فيه تقريبا يعني 5 جنيه، 5 جنيه الا ربع كده. 5 جنيه، 5 جنيه الا ربع حاجه كده يعني. نعم يا اخويا، هو ده البلاغ المهم اللي عندك؟ انتوا جايين تتريقوا على الصبح؟ امال اللي هتصرف منين لغايه اخر الشهر؟ ولا تنحرف؟ تنحرف هي؟ اسمع يا جدع انت، امشوا انجروا من قدامي بدل ما اعمل لكم محضر ازعاج سلطات وارميكم في الحجز واديكم في 60 داية. لا لا لا، ولا حجز ولا حاجه. على ايه؟ يلا يلا، ربنا يعوض علينا، ربنا يعوض علينا. السلام عليكم. واحنا ماشيين في الشوارع كنت حاسه ان كل الناس بتبص علينا وعارفه الشنطه فيها ايه. الشنطه دي لازم ترجع لصاحبها. لا طبعا طبعا لازم ترجع لصاحبها. بس انت ضامنه الحكومه؟ بصراحه لا. خلاص نخليها معانا لغايه ما يظهر لها صاحب. وده هيظهر ازاي؟ اصل ده مبلغ كبير، واكيد صاحب الشنطه هيبلغ عليها. حاجه زي كده لازم تطلع في الجرايد. واحنا هنستنى كده لامتى؟ تلات اربعة ايام، اسبوع بكتير. تلات ايام كويسين قوي. شوفي هم يومين، لو صاحب الشنطه له نصيب فيها هيبان. وافرض ما بانش؟ حكمه ربنا بقى هنعترض. ونعمه بالله. خلاص انا هخلي الشنطه معايا. لا لا معلش، روح انت عشان ما حدش يقلق عليكي، وانا هاخد الشنطه اخبيها مع ريت. انا عامله عشان تعبك يعني؟ لا 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 لا، انت تعبك راحه. وافرض خدت الشنطه وكتيت؟ طب ما انت كمان ممكن تكتي. انت مش واثق فيا؟ لا ولا انا واثقه فيك. طب والعمل؟ احنا هنحط الشنطه دي في امانات المحطه. والله فكره. والواسط نقسمه نصين، انتوا النص وانا النص. انا موافقه. انت اسمك بخيت ايه؟ بخيت حنيده. مين؟ بخيت حنيدة. حنيدة؟ أيوة بخيت حنيدة المهيطل، عشان ما حدش يتكلم بقى. بخيت حنيدة المهيطل. المهيطل؟ أيوة. في اعتراض؟ لا ما فيش اعتراض. صحيح، وأنت اسمك إيه؟ عديل. عديلة. عديلة إيه؟ عديلة صندوق. عديلة إيه؟ صندوق. صندوق؟ إيه؟ عندك اعتراض؟ أه طبعًا، ما حدش اسمه صندوق يعني غيرك.